نرجع مرة ثانية للتذكير، بنحكي إنه في عندي أنا اللي هو الإكسترا سيلولار ماتريكس، ومؤلفة مثل ما حكينا من يعني أفراد مختلفة، من ضمنها الانترستيشيال ماتريكس واحد، من ضمنها كمان البيسمنت ممبرين، ولا ننسى المعلومة المهمة إنه التايب 4 كولاجين هو من أهم مكونات البيسمنت ممبرين. الجزء الثالث اللي هو الفايبراس ستراكشرال بروتينز، اللي هي بروتينات البنية الليفية، فايبراس ستراكشر البروتين كجزء من المادة خارج خلوية، المسؤولة عن اللي هو تنسايل سترينث، اللي هي القوة الكبيرة أو القوة العظيمة. دائما هاي معلومة كتير مهمة، الليف اللي بيعطي قوة للجروح اللي هي الكولاجين فايبرز أكيد، واللي مسؤول عن عملية التمدد أو التمطط للأنسجة اللي هو الإلاستين الريكويل. التنين اللي هم الكولاجين فايبرز والإلاستيك فايبرز هم عبارة عن فايبرس ستراكشرال بروتينز، هم جزء من المادة خارج الخلوية المسؤول عن عملية التنسايل سترينث، إعطاء القوة للجروح في حال حصل تشو انجري. كل ما في عندي ديبوزيشن اوف كولاجين فايبرز أكثر، كل ما كان في عندي أنا قوة للجروح بشكل أكبر. المسؤول عن عملية التمدد مثلا اللي هو أو الريكويل اللي هو الإلاستيك فايبرز. مثلا انا التمدد بدي يكون وين؟ اذا كنا بالاناتومي اخذته انه مثلا اورطه هو لارج اند الاستيك، وبالتالي كميه الالاستيك فايبرز مثلا في الاورطه راح تكون كميه عاليه. ليش؟ عشان المنطقه تتطلب عمليه اللي هو التمدد نتيجه اللي هو التغيرات في الضغط الشرياني من حيث الانقباض ومن حيث الانبساط. المكون الرابع اللي هو الووتر هايدريتد جيلز، اللي هي الهلام المائي موجود في المكان. ووتر هايدريتد جيل هلام مائي، هاي مادة هلامية تسمح بتزييت وتنزليق الخلايا على بعضها، وبالتالي ذات بيرمت ريسيليانس اند لوبريكيشن، عملية تزلق الخلايا، هاي النقطة ريسيليانس، وعملية اللوبريكيشن التزييت كأنها، اللي هي من أهم مكوناتها اللي هو البروتيوغليكان بالإضافة للهيالورونان. عشان هيك بنفترض مين بيجاوبني الآن، هدول وين أكثر إشي راح يكونوا موجودين؟ مناطق تتطلب عملية ريسيليانس، تزلق يعني نسيج على نسيج، أو تزييت نسيج على نسيج، مادة زيتية بتكون بين الأنسجة تسمح بعملية اللي هو تزلق الخلايا على بعضها، أو اللي هو تزلق الأنسجة على بعضها. مين بفترض معي وين أكثر منطقة راح تكون موجودة فيها؟ الجوان؟ المفاصل تمام، المفاصل ممكن بالضبط، دكتور؟ مناطق الجوينتس أكيد، يعني أكثر مناطق راح يكون فيها موجود هاي المواد اللي هي مناطق الجوينتس. تمام، مناطق المفاصل فيها هلام أكيد، هذا الهلام ثم مواده الرئيسية البروتوغليكان الهيالورونان السلفيت اتسيترا، هاي كلها مواد بتسمح فيها عملية الريسيليانس وعملية اللوبريكيشن. أخيرا اللي هو الأدهيسيف جلايكوبروتين، مواد الجلايكوبروتين بالإضافة إلى الإنتجرين. هذا الإنتجرين اللي مر علينا اللي هو كان عبارة عن كيميكال يعني أو ميدياتر ما بين، أو أدهيجن موليكيول عفوا، ما بين اللي هو خلايا يعني حسب المكان الموجود هي فيه داخل الأوعية الدموية، لما كنا نحكي ما بين اللوكوسايت والإندوثيليال سيل، وخارج الأوعية الدموية ما بين اللوكوسايت والمايكرو أورجانيزم. ألاحظوا الكلمة، قلنا الانتجرين مسؤول عن عملية الادهيجن، ادهيسيف جلايكوبروتين والانتجرين اللي عادة تسمح في عملية الكونكشن للماتريكس مع بعضها، للماتريكس elements to one another، وباتجاه الخلية المستهدفة. مين كمان برضو كمان جزء مهم من الاكسترا سيلولار ماتريكس بيساهم في عملية اللي هو الادهيجن، اللي هو مادة الفايبرونكتين بالإضافة إلى اللامينين. تنبيههم مرة ثانية أن الإكستراسلولار ماتريكس هي عائلة واسعة شاسعة جدا، أهم مكوناتها اللي ذكرت لكم إياها هاي نقطة. النقطة الثانية هي انسوليوبل، مادة غير قابلة للذوبان، بجزء مهم من عملية التشو ريبير سواء في حالة الريجنريشن أو في حالة الفايبروسيس. مكوناتها الرئيسية الانترستيشيال ماتريكس، المادة الخلالية، البيزمنت ممبرين اللي هو الغشاء القاعدي، بروتينات البنية الليفية اللي هي الكولاجين مسؤولة عن القوة، والإلاستين مسؤول عن عملية الريكويل، الووتر هايدريتد جل الهلام المائي بشكله مواد مهمة مثل البروتوغليكان والهيالورونان مسؤول عن عمليتين، عملية الريسيليانس وعملية اللوبريكيشن، بالإضافة لكمان يعني بروتينات أو معقدات أخرى
من ضمنها الجلايكوبروتين، من ضمنها الفايبرونكتين بالإضافة للامينين. هلا أنا في أشياء يعني بدي أركز لكم عليها أكثر من الثانية. الأشياء اللي بشعر إنه والله بهمك كطالب طب إنك أنت تكون عارفه، بديش أدخل في أمور تتعلق في اللي هو التحليل الكيميائي والأشياء هاي، مش كتير بتصور إنها يعني بتهمكم. خلينا مع بعض الآن لاحظوا كيف نقول مكونات الإكسترا سيلر ماتريكس مختلفة كتير. مثل ما حكينا في عندنا البيزمنت ميمبرين، عندنا البروتيوغليكان، عندنا التايب 4 كولاجين جزء من البيزمنت ميمبرين، عندنا اللامينين، عندنا الأدهيزة في جلايكوبروتين، عندنا الانتجرين، البروتيوغليكان، كولاجين، إلاستين فايبرز إتسيترا. فلاحظوا في عندكم هون مثل ما حكينا عندنا الإبيثيليوم، هاي مثلا إبيثيليال سيلز، وتحتها شو راح يكون في عندي أنا صب إبيثيليال سيلز. هون لنفرض في عندي مثلا هذا السكن، وتحته اللي هو عفوا الإبيديرمس، وتحته الديرمس. الديرمس مين اللي شو في عندي أنا الفايبروبلاست، وفي عندي في الأعلى اللي هو جزء من اللي هو الصب إبيثيليوم، أو اعتبروها إذا بدكم ميوكوزا صب ميوكوزا، دائما ذا سيم. ميوكوزا تعادل إبيثيليوم، والصب ميوكوزا يعادل اللي هو الصب إبيثيليوم. شو في بينهم؟ طبعا في عندي أنا اللي هو البيزمنت ميمبرين، هاي البيزمنت ميمبرين بيفصل ما بين طبقة الإبيثيليوم ومنطقة الصب إبيثيليوم، طبقة الميوكوزا والطبقة اللي هو تحت الميوكوزا. لاحظوا الانتجرين مثل ما حكينا اللي هو عادة حسب المنطقة الموجود فيها التشو اللي تعرض للإنجري. الانتجرين مثل ما حكينا هو المدياتر لحدوث عملية الأدهيشن. البيسمنت ميمبرين مثل انتم ملاحظين ما بين ابيثيليوم وصب ابيثيليوم، ميوكوزا صب ميوكوزا، ممكن يكون كمان موجود في ناخذ هون مثلا هي وعاء دموي، وبالتالي في عندي من الداخل اللي هي طبقة الانتيما اللي هم الخلايا المسطحة هدول شوي فلات، وفي عندي كمان تحتها اللي هو طبقة الوول اللي هو كمان مؤلف من سموث مصل سيلز راح يكون، وان بتوين في عندي انا كمان اللي هو البيسمنت ميمبرين. إذا مثل ما حكينا الغشاء القاعدي المؤلف بالدرجة الأولى من تايب 4 كولاجين ممكن يكون ما بين طبقة سطحية مثل الإبيثيليوم والصب إبيثيليوم، ما بين الميوكوزا والصب ميوكوزا، أو ما بين حتى طبقة الإنتما وطبقة الوول الميديا المؤلفة من سموث مسل سيلز وليس فايبروبلاست. هلأ البيسمنت ميمبرين سواء بهذه الجهة أو بهذه الجهة مثل ما حكينا النمط الرئيسي المشكل له هو الكولاجين فايبرز، ومعاه اللامينين، ومعاه اللي هو البروتيوغليكان. هاي الأشكال اللي بنشوفها طبعا أندر إلكترون مايكروسكوب فيما يتعلق في شكل هذا البروتين أو غيره، كيف شكل البروتيوغليكان، كيف شكل التايب 4 كولاجين، كيف شكل اللامينين. هاي أشياء بس هيك فقط لمعرفة إنه في إشي يختلف عن الشيء الآخر، مش راح أطلبها منكم يعني ببساطة. عندكم كمان مثل ما حكينا في عندكم طبعا اللي هو الإنتجرين، هاي واحد مثل ما حكينا هون في الأعلى في عندكم إنتجرين، وفي الأسفل كمان برضو على مستوى الأوعية الدموية في عندنا الإنتجرين. هاي الإندوثيليال سيلز من الداخل، وهذا اللي هو الكابيلا أو كابيلاري وول عفوا، اللي هو مثل ما حكينا من الداخل الإندوثيليال سيلز. طبعا الكابيلاري أو الكابيلاريز عادة هي بتكون مؤلفة من طبقة وحيدة، ممكن نحكي إحنا عن فينيول، ممكن نحكي عن أرتريول إذا إحنا بدنا نحكي الطبقات بشكل كامل. الانترستيشال ماتريكس مثل ما حكينا عندنا اللي هو المادة الخلالية، هي جزء من الاكسترا سيلر ماتريكس، من أهم مكوناتها الفيبريلاري والنون فيبريلاري كولاجين. عندكم كمان برضو الإلاستين، عندكم اللي هو البروتوغليكان بالإضافة للهيالورونان. هاي المكونات الرئيسية للمادة الخلالية اللي هي جزء من اللي هي المادة خارج خلوية، فيبريلاري أو نون فيبريلاري كولاجين، عندكم الإلاستين إلاستيك فايبرز، والبروتيوغليكان بالإضافة للهيالورونان. تلاحظوا البروتيوغليكان ممكن يكون موجود في الانترستيشال ماتريكس، ممكن يكون هو كمان جزء من مين حتى من البيزمنت ميمبرين. هاي أشكال مختلفة طبعا تتعلق لكل يعني جزء من الاكسترا سيلر ماتريكس أو الانترستيشال ماتريكس أندر إلكترون مايكروسكوب. نرجع نحكي مرة ثانية الأجزاء الرئيسية اللي بدي إياكم أنتم تعرفوها، اللي هي الانترستيشال ماتريكس بمكوناتها مختلفة، لاحظوا فيها كمان كولاجين فايبرز، وبالتالي هاي المادة كمان مسؤولة عن إعطاء قوة للجروح. فيها إلاستيك فايبرز مثل ما حكينا، هي المادة كلها الاكسترسولار ماتريكس هي دايناميك، هي متحركة واحد، وكونسيستنتلي ريموديلينج بتبدل شكلها باستمرار من ناحية الانقباض من ناحية الانبساط. إذا تعرضت لبرد شديد ممكن يصير في عندي انكماش فيها، حرارة عالية ممكن يصير في عندي أنا تمدد فيها، هذه كلها مسؤول عنها اللي هو الإلاستيك فايبرز. بالإضافة مثل ما حكينا تعرضت لإنجري مسؤول عن عملية اللي هو
القوة اللي هو الكولاجين فايبرز، والمواد الثانية مسؤولة عن عملية اللي هي الريسيليانس وعملية اللوبريكيشن، وموجود بشكل مختلف ما بين منطقة ومنطقة في الجسم. هلا الكولاجين فايبرز ركزوا على الاشياء اللي بحكي لكم اياها مره ثانيه، ليش ادخل كثير في باشياء بتتعلق في بايو كيمستري، انا اللي بيهمني الامور اللي بتتعلق في الامراض في هذا الموضوع. الكولاجين فايبرز هي فايبرس ستراكشرال بروتين، هو بروتين بنيه هيكليه، طبعا هو جزء من مين، من الاكسترا سيلولار ماتريكس. هاي اللي بدي اعرفه، هاي المعلومه مهمه. هو فايبرس ستراكشرال بروتين، عن ايش مسؤول؟ عن التنسايل سترينث. تذكروها المعلومه لما نحكي ان شاء الله في الجزء الثاني من التشو ريبير، المعلومات اللي بتتعلق بالهيلينج، مواضيع كتير ممتعة وبتهمكم جدا جدا لما تصبح ان شاء الله يعني جراحين خصوصا. كيف شكله؟ مش كتير بيهمني. هاي نرجع مرة ثانية، كيف شكل الكولاجين فايبرز؟ مثلا تايب 4 كولاجين على سبيل المثال، على شكل حلزون ثلاثي الى اخره، روب لايك ستراكشر، ينقسم انتو تريبل هيليكس، مش كتير بيهمني. الجلايسينز عادة كمان كمعلومة الموجودة at every third position في كل موضع ثلاثي منه، تعطيه الابيليتي لأنه يعني يصير في له قوة أكثر، tightly intertwined. لو نرجع مرة ثانية نشوف كيف شكله، لاحظوا هيك كيف التايب 4 كولاجين، تمام، فبالتالي بصير في عندي تجعلك تجعد كأنه كل يعني نقدر نقول مرور للأمام من حيث اللي هو شكله اندر يعني الكترون مايكروسكوب مثل ما حكينا. اذا ملاحظين في عندي استمراريه، ومن ثم بصير في عنده اللي هو مثل كانه عم بلويه، اوكي، بهذا الشكل. برضه كمان مش كتير بهمني. النقطه المهمه ان هاي نقطه يعني بدنا نعرفها، اللي هو انه في له 18 سب تايب، approximately 18 سب تايبس ار نون. الاشهر على الاطلاق منهم، الاشهر على الاطلاق هو تايب 4 كولاجين، باعتباره هو جزء رئيسي من البيسمنت ميمبرين. الكروس لينكينج ايش بتعتمد عادة؟ انا اذا بدي اعمل كروس لينكينج لإله، وبالتالي بدي اقويه اكثر واكثر، اللي هو فيتامين سي. هاي نقطة كمان مهمة، الكروس لينكينج ديبندنت اون فيتامين سي، عشان هيك هذا الفيتامين سي اذا احنا وصفناه كمراهم او اعطيناه لمريض خلال عملية التشو انجري، بيساعد جدا في عملية الشفاء السريع واحد، وفي اهمال واعطاء القوة للجرح تنين. ليش؟ عشان بيعمل عادة كروس لينكينج للكولاجين فايبرز. هلا النون فيبريلاري كولاجين مثل ما حكينا موجود في البيزمنت ميمبرين، وخصوصا اللي هو التايب 4 كولاجين. بالملخص الخص لكم هذا السلايد كالتالي، المعلومات المتعلقه في الكولاجين. الكولاجين هو عباره عن فايبرس ستراكشرال بروتين، وبالتالي هو جزء من الاكسترا سيلولار ماتريكس. عن ايش مسؤول؟ مسؤول عن قوه الجروح. الاشياء اللي بدكم تعرفوها كمان، كم نوع منه؟ 18 سب تايب، 18 سب تايبس. الكروس لينكينج مسؤول عنها الفيتامين سي، واشهر نوت من ال 18 نوع اللي حكينا عنه هو تايب 4 كولاجين. نيجي للإيلاستين، كمان برضه هو فايبرس ستراكشرال بروتين، بروتين بنيه ليفيه، مسؤول يعني وبالتالي هو جزء عن مين؟ جزء من الاكسترا سولار ماتريكس. هلا عن ايش مسؤول؟ جيف ذا تشو ذا ابيليتي تو ريكويل، يتمدد، ومن ثم عمليه العوده باتجاه البيز لاين ستراكشر بعد التعرض لفيزيكال ستريس. عشان هيك دائما موجودين كثير مثلا عن مين؟ عند لاعبي الجمباز في العالم. تمام؟ هاي نقطة كثير مهمة، وبالتالي عملية اللي هو التمدد والعودة للوضع الطبيعي مسؤول عنها اللي هو الإلاستيك فايبرز. هلا في عندي معلومة فيري امبورتنت وركزوا عليها بليز. عشان يقوم الإلاستين أو الإلاستيك فايبرز بعملها، يجب أن يكون في عندي أنا مساعد لإله، هو الفيبريلين، ألياف الفيبريلين. تعتبر سكافولد للديبوزيشن اوف الاستيك فايبرز، وبالتالي مسؤوله عن عمل الالاستيك فايبرز بشكل واضح. بمعنى اخر، عشان انا اقوم بدوري كالاستيك فايبرز، يجب انه يكون في عندي انا حامل لإلي او داعم لإلي اللي هو الفيبريلين. هلا اذا كان في عندي مشكله في الفيبريلين، ديفينيت راح يصير في عندي مشكله في الالاستيك فايبرز، وهي نقطه مهمه في مرض معين راح نحكي عنه الان. مره ثانيه، عمل الالاستين يعتمد بالضروره على وجود فيبريلين بشكل طبيعي، من ناحية شكل، من ناحية وظيفة. إذا كان في عندي خلل في عمل الفيبريلين اللي هو يعتبر سكافولد لا ديبوزيشن الإلاستيك فايبرز، صار في عندي خلل في عمل الإلاستيك فايبرز. قبل ما نحكي عن المرض، وين أكثر شيء موجود هذا الإلاستيك فايبرز اللي هو فايبر ستراكشر البروتين as a part of extracellular matrix؟
في له هاي كونتنت موجود في التشو اللي بتطلب عملها وجود ريكويل تمدد، مثل مين يعني؟ مثل اللي هو جدران الأوعية الكبيرة، لاحظوا الأورطة حكينا large and elastic، كبير ومرن في نفس الوقت، وبالتالي بتتطلب عملية اللي هو الإلاستيسيتي موجودة في نتيجة التعرض ل يعني ضغط مختلف من حيث الارتفاع أو الانخفاض. اليوترس أكيد الرحم خلال الحمل، لاحظوا قديش بيصير في عندي تمدد لإله عشان يستوعب اللي هو الجنين. عندنا السكن طبعا نتيجة برضه كمان التعرض للحرارة من ناحية ارتفاع أو من ناحية انخفاض. تحت الجلد في عندي إلاستيك فايبرز بشكل واضح. وأخيرا اللي هي المادة أو المكان المهم اللي هم الأربطة المفصلية الليجامنتس ان دي جوينتس. هاي أشهر الأماكن في الجسم اللي بيكون فيها كمية عالية من الإلاستيك فايبرز اللي عادة بيساهم في عملية اللي هو الريكويل، ومن ثم العودة مثل ما حكينا إلى الوضع الطبيعي بعد الانتهاء من الاسترس اللي توجهت للمكان. أشهر الأماكن جدران الأوعية الكبيرة فيها إلاستيك فايبرز بكمية كبيرة، الرحم وخصوصا خلال الحمل. احنا بنعرف إن اليوترس الميومتريا معضلة الرحم مؤلفة بالذات بالضرورة من سموث مسل سيلز، لكن في كمية لا بأس فيها كمان من الإلاستيك فايبرز وخصوصا خلال عملية الحمل. الجلد أكيد بالإضافة إلى الأربطة في المفاصل. هلأ المشكلة أحيانا رح ناخذ مرض اسمه مارفان سيندروم، وهذا بتركزوا عليه بليز. مارفان سيندروم إذا حدا فيكم سمع فيه أخذته بتصور في الأمراض الجينات على ما أعتقد، هو مشكلة في الفيبريلين، ديفكت إن فيبريلين. لاحظوا طالما في عندي ديفكت في الفيبريلين أكيد مثل ما حكينا بالضرورة راح يصير في عندي مشكلة في عملية الإلاستيك فايبرز. إذا المشكلة الرئيسية هون إذا سألتكم إياها وين المشكلة في المارفان سندروم، إجابتك مش في الإلاستيك في الأساس، الإجابة الصحيحة هي في الفيبريلين، لكن بالضرورة انعكست على مين؟ على الإلاستيك فايبرز. مارفان سندروم كيف شكلهم؟ معناتهم بيكونوا رجال طويلين البنية، هاي ستيتشر هاي نقطة، أجريسيف بيكونوا عدوانيين، البعض بيكون في عنده انفيرتيليتي عندهم عقم. عادة إذا إحنا وقفنا يعني أي حدا فينا إذا وقف مثلا ووضع رجليه أو عفوا إيديه مقابل رجليه بالطرف تماما، رح نلاحظ إنه إيدينا فوق مفصل الركبة جميعنا. هلا إذا وقفنا تمام بثبات مثل الوقفة العسكرية رح نلاحظ إنه إيدينا فوق مفصل الركبة عندنا. هلا هدول شو بميزهم؟ إن إيدهم طوال جدا بحيث إنه يكونوا عادة لمستوى مفصل الركبة أو حتى لتحت شوي. هذا مميز لإلهم يعني طوال كثير هم، لكن ما في تناسق في الطول، ما في تناسق. أي حدا طويل عادة حتى لو كان طويل مفروض إيديه يكون فوق مفصل الركبة، هدول عادة بيكونوا لحد مفصل الركبة أو في الأسفل. هذا هو المارفان سيندروم أجريسيف، عادة بيكون عندهم انفيرتيليتي، ممكن يصير في عندهم يعني أمراض كونكتيف تيشو، ممكن يصير في عندهم aortic dissection تسلخ في الشريان الأظهر يؤدي للوفاة، عندهم hypertension عادة بيكون uncontrolled etc. تاخذوه إن شاء الله بشكل أكبر لما نحكي عن أمراض القلب. البروتوغليكان والهيالورونان نرجع نشوفهم هدول وين موجودين. موجودين هم جزء من الووتر هايدريتد جل، وبالتالي إيش بيسمحوا؟ بيسمحوا بعملية الريسيليانس وعملية اللي هو اللوبريكيشن. وبالتالي البروتوغليكان والهيالورونان هما هايلي هايدريتد كومبريسبل جل ولا مضغوط عالي المائية، عادة مسؤول عن عملية الريسيليانس واللوبريكيشن، وبالتالي بزود المكان في عملية التزييت والتزليق، وبالتالي أكثر أماكن موجودة فيها هي المناطق اللي فيها الغضروف وخصوصا في مناطق المفاصل. أمثلة أخرى تمام على مواد برضه هي تشكل جزء من الووتر هايدريتد جل اللي هي الديرماتان سلفيت، هيبارين سلفيت، بالإضافة إلى السنديسان. هاي المواد كلها هي عبارة عن جزء من الووتر هايدريتد جل اللي مسؤول عن عملية الريسيليانس واللوبريكيشن. لكم محاضرة اليوم يعني شوية فيها مواد مش راح يقدر الواحد يحكي أكثر من هيك، تتضمن حفظ بشكل كبير. مادة الفايبرونكتين مرة ثانية نرجع نشوف نطلع على الرسمة مع بعض عشان نعرف بالضبط يعني هي وين موجودة. تمام، في عندكم مثلا اللي هو الكاريستيشيال ماتريكس من مكوناتها المختلفة، وفي عندكم اللي هو المواد اللي حكينا عنها مثلا اللي هي لها علاقة بالأدهيجن مثل الأدهيزة الجلايكوبروتين والإنتجرين. مواد ثانية كمان بتساهم في عملية الكونكشن للماتريك إليمنتس، ذكرنا بعضها اللي هو الفايبرونكتين بالإضافة إلى اللامينين. هلا هدول كلهم عبارة عن إيش؟ عبارة عن جزء من الإكسترا سيلر ماتريكس
كجزء من المكان اللي بيحاول يعمل انجري في حالة تعرض لهذا الانجري. وبالتالي مادة اللي هو الفايبرونكتين هي الميجر كومبوننت من الانترستيشال اكسترا سيلولار ماتريكس، نقطة كثير مهمة. احنا كان في عندي انا انترستيشال ماتريكس، الجزء الرئيسي منها هو الكولاجين فايبرز والفايبرونكتين والى اخره، بيتم انتاجه من قبل different types of cells حسب المكان اللي تعرض له. احنا حكينا معلومة في بداية الموضوع كثير مهمة، انه المادة خارج خلوية عادة بيتم انتاجها locally من المكان اللي تعرض للانجري. هون عادة أكثر مواد بتساهم أو أكثر خلايا بتساهم في إنتاج هذا النوع من مكونات المادة خارج خلوية، اللي هو الفايبروبلاست واحد، المونوسايت تينين وبالتالي داخل الأوعية الدموية وتحولت إلى ماكروفيجز، بالإضافة إلى الإندوثيليال سيلز. وين أكثر الأماكن الموجود فيها هذا النوع من مكونات المادة خارج خلوية؟ موجودة في أسطح الخلايا السيل سيرفيسز، موجودة في البيسمنت ميمبرين كجزء منه، بالإضافة إلى المادة حوالين الخلايا. مرة ثانية، هاي المادة اللي بتساهم في عملية الـ connection between cells during the process of أو repair process موجودة أكثر إشي على سطح الخلايا، tissue injury على سطح الخلايا، في الـ basement membrane في حال كان في عندي أنا deep injury extending from the epithelium or sub-epithelium toward the underlying layers، بالإضافة إلى المادة خارج خلوية. أكثر إشي رغبة إلها وين؟ It has specific domains للكولاجين فايبرز، بتساهم في عملية اللي هو الاندكشن للكولاجين فايبرز ديبوزيشن ليعطينا قوة للجروح، إلها علاقة بالفيبرين، وبالتالي جزء من البلازما بروتين، لاحظوا مرة ثانية إحنا ممكن تكون تنتج من قبل الاندوثيليال سيلز، وبالتالي بتساهم في عملية خروج كمان حتى البلازما بروتين من داخل إلى خارج الأوعية الدموية. كمان برضه في إلها سبيسيفيك دومين على الهيبارين وعلى البروتيوغليكان. بمعنى آخر، هي الفايبرونكتين باعتباره إنه هو الجزء الرئيسي من الانترستيشيال اكسترا سيلولار ماتريكس له دور كبير، واحد في العملية الالتهابية، جزء من الريبير للعملية الالتهابية، جزء من إعطاء القوة للجروح من خلال عملية حث اللي هو الكولاجين فايبرز، بالإضافة للهيبارين ممكن إنه يساعد في عملية اللي هو له علاقة دور في التخثر في المكان، والبروتيوغليكان اللي مثل ما حكينا هي جزء من اللي هو الهلام المائي. الانتجرين هذا مثل ما حكينا لاحظوا كان موجود ما بين الاندوثيليال سيل وطبقة الوول، هاي واحد في الداخل له علاقة ما بين الادهيجن ما بين اللوكوسايتس والاندوثيليال سيلز وما بين اللي هو اللوكوسايتس والمايكرو اورجانيزم. ترانس ميمبرين هيتيرو دايمريك جلايكوبروتين هو بروتين سكري، ومثل ما حكينا مسؤول عن عملية الفيرم ادهيجن لللوكوسايتس في الجهتين خلال عملية الانفلاميشن واحد وخلال عملية الريبير تنين. اللامينين مثله مثل الفايبرونكتين، مثل ما حكينا هو الموست اباندنت جلايكوبروتين موجود في البيزمنت ممبرين، وان المكون الرئيسي للبيزمنت ممبرين هو تايب 4 كولاجين، لكن الجلايكوبروتين الرئيسي الموجود كمان في البيزمنت ممبرين هو اللامينين. طالما عم بحكي عن بيزمنت ممبرين وبالتالي هذا اللامينين بيؤدي الى كونكشن للسيلز مع الاكسترا سيلر ماتريكس مثل تايب 4 كولاجين، بالاضافه للماده الاخرى اللي ممكن تكون جزء من الووتر هايدريتد جل اللي هي الهيبران سلفيت. وبالتالي اللامينين مسؤول جدا او مهم كثير في عمليه حياه الخليه سيل سيرفايفل، عمليه تكاثرها، عمليه تمايزها، بالاضافه الى حركه الخلايا. الرول اوف اكسترا سيلر ماتريكس، دور الاكسترا سيلر ماتريكس ككل احنا بشكل عام راح اعطيكم اياها على شكل نقاط. مسؤول هو طبعا يعني بعطي هو دعم ميكانيكي عفوا لحياه الخليه، لحركه الخليه، لوظيفه الخليه، ميكانيكال سبورت فور اور اند شورج. ديتيرمينيشن عمليه تحديد السيل اورينتيشن اللي هي البولاريتي، هاي نقطة very important راح أشرحها شوي إن شاء الله، إنه ضل معنا شوية وقت نهاية المحاضرة اليوم. إيش يعني polarity اللي هو الاستقطاب؟ استقطاب خلايا مستقطبة إنه they are equal in size in shape and space between the cells. يعني لو أخذت أنا مثلا طبقة الإبيديرمس السكواموس إبيثيليال سيلز راح يكونوا كلهم نفس الشكل نفس الحجم والمسافة بينهم متساوية، هاي بسميها polarized cells. في عندي أنا preservation of polarity. لما يصبحوا non polarized cells اختفوا، صار في اختلاف في الشكل في الشيب، اختلاف في الحجم في السايز وفي الديستانس بتوين ذا سيلز. هلا مين مسؤول عن عملية الحفاظ على البولاريتي؟ تمام،
هل أنا polarized cells ولا أنا non-polarized cells؟ جزء من المسؤولية الكبرى تقع على عاتق اللي هو الـ extracellular matrix، وخصوصا اللي هو الـ basement membrane. Control of cell growth مثل ما حكينا إلها علاقة في عملية، لاحظوا مثلا عندكم هون اللي هو اللامينين، مهم كتير في السيل سيرفايفل، في السيل بروليفريشن، في الديفرنشيشن، في الموتيليتي، وبالتالي لها علاقة في الكنترول اوف سيل جروث. عندها مسؤولية عن عملية المينتيننس اوف سيل ديفرنشيشن، طالما هي جزء من عملية من الاكسترا سيلر ماتريكس اللي هي جزء من عملية الريبير بالضرورة طبعا. وحكينا انه بصير في عندنا بالريبير عملية ميجريشن وعملية للسيلز وعملية بروليفريشن وعملية differentiation، وبالتالي مسؤولة عن عملية ال differentiation. حكينا ال basement membrane عنه بما فيه الكفاية كجزء كتير مهم من اللي هو ال extracellular matrix. establishment of tissue micro environments، هاي عملية اللي هو الحفاظ على اللي هو البيئة المحيطة في التشو من خلال اللي هو إنتاج مثل ما حكينا ال water hydrated gel على سبيل المثال، البروتوغليكان، الهيالورونان، وبالتالي الحفاظ على بيئة مناسبة تساهم في العمليات الكبرى مثل اللوبريكيشن الريسيليانس، كمان بتتم من خلال الاكسترا سيلر ماتريكس. واخيرا مثل ما حكينا لها علاقة في العملية